راديوس. مكاسبه ومنجزاته. وسنواصل السير معا والعمل سويا لتجاه وخلق فرص الشغل وضمان العيش الكريم. والتخطيط والتنسيق بين مختلف المؤسسات والعمل على تحسين أداء الإدارة. ذلك أن قضايا المواطن لا تقبل التأجيل. كما يجب عليها العمل على تجديد أساليب وآليات اشتغالها. فالمنتظر من مختلف الهيئات مع مطالب المواطنين والتفاؤل مع الأحداث بما يحدث. شعبي العزيز، إن الشأن الاجتماعي يحظى عندي باهتمام وانشغال الرائع والتحلي بروح الوطنية الصادقة والمواطنة. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.